السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا جماعة؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو سوف نقوم بتفتيح باكج الخاص بلعب بأوفر 114 من جوائز الديفيجن. أتمنى أن يكون الحظ بجيد يا شباب وأن نحصل على الأقل على لاعب في خط السي ام أو لاعب في الهجوم ال دبليو أو ار دبليو، أو حتى أن يكون اللاعب قيمته 300 مليون أو 400 مليون أو حتى أكثر من أجل الاستفادة من الكوينز الخاص به يا جماعة. لذلك قبل البداية أصدقاء لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وهيا بنا يا جماعة من أجل تفتيح هذا الباكج. كما تلاحظون فهؤلاء كل لاعبين الذين لدي الاحتمال في الحصول عليهم يا جماعة، يعني يا رب أن نحصل على مو صلاح أو أي لاعب من هؤلاء الأوائل، شرط أن يكون قيمته أكثر من 300 مليون من أجلي يعني. فأهم نقطة في هذا الباكج وأن تحصل على اللاعب وأن تقوم ببيعه مباشرة من أجل الاستفادة من الكوينز الخاص به، إما بشراء لاعبين بأوفر 111 وعملهم في مقايضة نقاط النادي، أو حتى استفادة من الكوينز الخاص به في التوجه للمتجر والحصول على نقاط النادي من خلال تبديلهم بالكوينز يا جماعة. فهذه الجوائز مهمة يا جماعة لأنها سوف تمكننا من الحصول على جوائز أسطورية من المقايضة يا جماعة. لذلك نتمنى أن يكون اللاعب أسطوري، أحد هؤلاء اللاعبين يا رب يا رب، والله محتاج لاعب أسطوري. يعني أتمنى ألا يعطوني لاعب بأوفر أو لديه 999 نسخة في الماركت، لأننا سوف نبلع يا جماعة، والله سنبلع لو حصلنا على لاعب بأوفر لديه 999 في الطلبة في المتجر. لذلك من دون أن أطيل عليكم هيا بنا للتوجه لي المتجر يا جماعة. الآن يا جماعة سوف نتوجه للمتجر من أجل تفتيح هذا الباكج. والله يعني الإطارة وصلت معي إلى حد لا يعقل يا شباب، أنا متحمس جدا من أجل تفتيح هذا الباكج. أتمنى أن يكون ولو لمرة واحدة حظ أسطوري يا جماعة، نقوم بالدخول للباكج بأربعة آلاف يا جماعة يا ربي. فلتكتبوا لي في التعليقات اللاعب الذي حصلتم عليه يا شباب، يا ربي أن يكون اللاعب أسطوري يا جماعة. هيا بنا من أجل تفتيح هذا الباكج. بسم الله توكلنا على الله يا أصدقاء. والله علقت اللعبة يا ربي، أتمنى ألا تخرجني اللعبة، لأن لو أخرج جتني اللعبة والله بلعت يا جماعة. يا ربي يا ربي أن يفتح الباكج، يا ربي ألا تخرجني اللعبة يا جماعة، أرجوك يا إي إيه، أرجوك يا فيفا موبايل لا تخرجيني من اللعبة والله. الحمد لله الحمد لله يا جماعة، نضغط على الباكج. يا ربي يا ربي، من هو اللاعب من هو اللاعب من هو اللاعب؟ ألتيميت توبس يا جماعة، والله اللاعب أسطوري برتغال، رونالدو رونالدو، لا لا رافائيل، مستحيل يا لياو مستحيل. وأخيرا حصلنا على ال دبليو من هذا الباكج يا جماعة، والله اللاعب أسطوري. يا ربي أن يكون سعره 300 مليون فأكثر، يا رب يا رب. نضغط من أجل معرفة السعر يا جماعة. الحمد لله 449 مليون كوينز، والله هذا الباكج سوف يعوضنا بشكل كبير في مقايضات نقاط النادي. الآن سوف نتوجه من أجل تفتح كذلك هذا الباكج من التعاقدات الغامضة يا جماعة. يا رب أن يكون الحظ أسطوري كذلك هنا ونحصل على لاعب يباع بأكثر من 10 مليون. نقوم بتفتيح الباكج يا جماعة. من هو اللاعب؟ هل هنالك لاعب جيد أم لا يا جماعة؟ والله لا أعلم. ولا تنسوا يا أصدقاء فغدا معنا التعويض، لاعب بأوفر 112 سوف نحصل عليه جميعا غدا يا أصدقاء. نقوم بتفتيح هذا الباكج يا رب يا رب. ووك أوت الحمد لله، لا لا والله لاعب بأوفر 108. برازيل ريشارليسون لا سيبي تياغو سيلفا ماركينيوس أو تياغو سيلفا لا أعلم، تياغو سيلفا نعم يا أصدقاء، سعره حوالي مليون ونصف 2 مليون. سنحاول بيعه يا أصدقاء في الريفرش يا أصدقاء. كما تلاحظون سوف نقوم بالدخول لديه حوالي 63 طلب. سوف أنتظر موعد الريفرش وأقوم ببيعه أنا أول واحد سوف يقوم ببيعه من أجل أن تشترى هذه النسخة، فغالبا يعني كسبنا 400 مليون من هذه المقايضة. سوف أقوم بشراء لاعبين بأوفر 111 من أجل العمل بهم المقايضة، أو يمكنني أن أحتفظ بالكوينز إلى نهاية أو اقتراب نهاية هذا الحدث لكي أعرف ما الذي سوف أفعله بالكوينز الذي معي. كما قلت لكم يا أصدقاء فغدا معنا التعويض بأوفر 112، الكل سوف يحصل عليه. لذلك لا تنسوا يعني الدخول إلى اللعبة غدا في الصباح، فأنا سوف أفكركم، سوف أضع فيديو في الصباح للتعويض الخاص بي ومن هو اللاعب الذي سوف أحصل عليه. سنقوم يا شباب بتجربة بطاقة ليو كما هو معروف علي يا أصدقاء. بمجرد أن أحصل بطاقة أسطورية أقوم بتجربتها مباشرة لكم. سوف نلعب هذه المباراة ضد إسلام في مباراة هيد تو هيد، نتمنى أن ننتصر وألا يكون هذا الخصم يلعب عرضيات. هيا بسم الله نتوكل على الله. أتمنى أن يكون هذا الخصم أسطوري يلعب تمريرات ومراوغات وأرتو، يا رب ألا يعتمد على العرضيات. وهذا رفيع الياو، أتمنى أن تكون يا الياو أسطوري، والله يعني متشوق من أجل تجربة هذه البطاقة. يعني ارتأيت أنه يعني تبقى للريفرش حوالي ساعة ونصف، سوف أقوم بتجربة بطاقة الياو إلى حين أن يصل توقيت الريفرش، ثم بعد ذلك سوف أعرضه للبيع يا جماعة. الكرة مع بيلينغهام، بيلينغهام لياو يلعب الوان تو، الوان تو مع كلاوز، مرر له يا كلاوز، لياو 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 مر، مستحيل يا لياو. أولى الأهداف في الدقيقة الثانية عشر، والله وان تو أسطورية مع كلاوز، وكلاوز انتظر هروبه وتمريرة طويلة والأرض العالمية من لياو. والله يتضح أنها بطاقة عالمية يا شباب هذه البطاقة الخاصة بلياو، لكن أنا محتاج للكوينز، والله محتاج
الكوينز يا جماعة. الكرة مع الخصم، الكرة مع الريفالدو، ريفالدو إلى كلاوز، كلاوز اللي يبحث عن العرضية بفاسكيز، فاسكيز هذا الفاسكيز السريع يا جماعة. الكرة مع كلاوز مجددا، ماذا ستفعل يا كلاوز؟ هل سيعرض؟ لا 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 أعتقد أنه سيعرض، هو فقط يحاول تهدئة اللعب. وصليبة يا عالمي، لياو 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 والسرعة، ماذا تفعل يا لياو؟ كان بجانبك كلاوز والتمريرة الطويلة يا رب. الكرة مع ريفالدو، ريفالدو إلى كافو، فاسكيز لاحظوا سرعة فاسكيز، فاسكيز فاسكيز مار من فان دايك والأرتو، وضاعت الكرة يا جماعة. نهاية الشوط الأول بواحد لصفر، بداية الشوط الثاني مار فاسكيز، لاحظوا سرعة فاسكيز، والله بطاقة أسطورية هذه الخاصة بفاسكيز، فاسكيز والقدم الضعيفة يا رب عليك يا فاسكيز. هل لاحظتم تسكيلة تسديدة فاسكيز بالقدم الضعيفة؟ والله تسديدة أسطورية، كيف عملها؟ لاحظوا لاحظوا كيفية التسديد بالقدم الضعيفة يا لوكاس. الكرة مع سقراطيس، سقراطيس إلى بارك جي سونغ، خطفها كوكي، ريفالدو والمرتد، معاك معاك ريفالدو، هيا ريفالدو نرغب، أخرج الحارس، أخرج الحارس ريفالدو، وخرها وخرها يا ريفالدو، نبحث عن لياو، وينك يا لياو؟ لياو لياو وديها لياو يا عم فاسكيز. ريفالدو ريفالدو إلى كلوز، كلوز إلى أين؟ ابحث عن لياو، هيا لياو، ماذا تفعل الخصم؟ يخرج المرمى مجددا والأرتو يا رب. والله لا أعرف لماذا اللاعبين يخرجون الحارس المرمى، هل من أجل تشتيت الانتباه الخصم أو لا أعرف، فهذه يعني جديدة علي أصدقاء. فمجموعة من الحراس ليس هدف فقط هو أولهم، فالعديد من الخصوم يخرجون حارس المرمى لا أعرف السبب، ولكن بلعناها الثالث يا جماعة. لذلك يا شباب أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، سوف أترككم مع آخر محاولة من الخصم، فاسكيز فاسكيز إلى أين؟ أعتقد أنه ترك الكمبيوتر يلعب، لا فهذه الأهداف سجلها الكمبيوتر يا جماعة كما تلاحظون، يعني نهاية المباراة ب3-1 يا أصدقاء. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم يا شباب، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم على المشاهدة إلى النهاية.